الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أنه سمى نفسه الغفور والغفار، وهذا يدل على كثرة مغفرته سبحانه المستغفرين وتوبته على التائبين. وقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأثنى على الرسل عليه الصلاة والسلام وأتباعهم وهم صالح العباد بالإلحاح على ربهم بالاستغفار، ومن ذلك قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جعلنا الله وإياكم من الفائزين بهذا الأجر العظيم والثواب الكريم. وقال سبحانه: كانوا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وجاء في الحديث القدسي الصحيح إن الله تعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وجاء في تفصيل ذلك بيان مناسبة مناسباته أن الله تعالى ينزل كل ليلة على ما يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا فينادي عباده: هل من تائب فأتوب إليه أتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا عمل السيئة نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر محيت. وأن الملك إذا أذنب العبد لا يعجل بكتابة سيئة عليه بل ينتظر ثلاث ساعات لعله أن يستغفر، فإن استغفر لم يكتبها وإن لم يستغفر كتبها عليه. وهذا ما جاء في هذا المعنى يدل على حاجة العباد للاستغفار. ولذلك قال بعض السلف: إن الله أخبركم بدائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. وجاء في الحديث إن إبليس توعد بني آدم بأن يزين لهم السوء، وقال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالمعاصي بالاستغفار، أهلكوني بالاستغفار. وأن الله تعالى قال متحديا ومهينا لإبليس: لأغفرن لهم ما استغفروني. يحتاج العبد أنه هو الذي يبدأ الاستغفار. وأول الاستغفار أن الإنسان يشعر بذنبه في القلب ويستحي من الله جل وعلا، لأنه دائما العبد بين نعمة يحتاج إلى حمد الله تعالى عليها وشكره، وبين ذنب يحتاج إلى أن يستغفر منه ويتخلص. فإن الله تعالى جعل للأمة المحمدية أمانين
الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، والأمان الثاني الاستغفار، أمانين من العذاب. يعني قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفرون. فاز بهذا الصحابة رضي الله عنهم أنه اجتمع لهم الأمانة، لكن التابعون لهم بإحسان لهم الاستغفار، والله تعالى وعد أن يلحق التابعين لهم بإحسان بهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، جعل الله وإياكم منهم. فالاستغفار أمان للإنسان من العقوبة على الذنب. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ففيه تيسير الأمور، وفيه سعة الرزق، وفيه تفريج الهموم وتيسير العسير. وأهم أو من أهم ما في الاستغفار إنه يجبر نقص العمل ويسد ما يقع فيه من الخلل. ولذلك الله عز وجل نبهنا على هذا بعد التوحيد، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين والمؤمنات، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من كبائر الذنوب، لكن يكون منه خلاف الأولى أو الاجتهاد في مسألة لم يرد فيها الوحي، قد يخطئ، ومع ذلك خوطب بهذا الخطاب. وذكر الله جل وعلا عن جملة من أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام الإلحاح على الله تعالى بطلب المغفرة، دل ذا على حاجة الإنسان للاستغفار. ثم الصلاة شرع الله لنا الاستغفار فيها في عدة مواضع: في الاستفتاح، في الركوع، في الرفع من الركوع، في السجود، بين السجدتين، في آخر التشهد، بعد السلام. وهكذا ذكر الاستغفار بالأسحار، وجاء في السنة الاستغفار عند الإفطار والحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فدل هذا على ضرورة الاستغفار وحاجة العبد إلى الاستغفار ليتخلص من شؤم خطاياه وليكمل عمله، وحتى لا يعجب بعمله ويدلي به على الله عز وجل، يعترف بأن عمله مهما كان فهو ناقص لابد. فلذلك جاءت الذكرى للأمم كلها بالاستغفار. وأول شيء ذكر في سورة هود عليه السلام في افتتاحها خطاب لهذه الأمة من الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. قالوا إن المتاع الحسن هو الإمهال في العمر، طول العمر على عمل صالح، يعني هذا من أهم الإمتاع الحسن. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني يزيدكم الله تبارك وتعالى منة منه على ما عندكم من الخير، من علم نافع ومن عمل صالح ومن زوجة صالحة ومن ولد صالح ومن تيسير الأمور ومن دفع الآفات والشرور إلى غير ذلك. فهاتان فائدتان في آية واحدة: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى آجالكم التي كتبها الله لكم. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعطي كل ذي فضل من فضله جل وعلا. والختام وعيد: وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
وجاء في قصة نوح عليه السلام قل فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وجاء على لسان صالح استغفروا الله لعلكم ترحمون، وعلى لسان صالح إن ربي قريب مجيب، في الحديث الآية الأخرى استغفروا ربكم لعلكم ترحمون، على لسان شعيب إن الله تعالى رحيم ودود يرحمكم ويودكم. وهذه من تفاصيل ثمرات الاستغفار والأجر المعجل عليه في الدنيا قبل الآخرة. يحتاج الإنسان دائما أنه يستغفر، والاستغفار له صيغ أعظمها أن تقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بذنبي، يعني أعترف بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي قبل وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله حين يصبح أو في النهار فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، من قاله حين يمسي أو في الليل فمات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة. ومن ذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في آخر التشهد اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في الاستفتاح الصلاة ويقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويستغفر في السجود نفس الشيء، في التشهد اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ويستغفر بعد السلام من الصلاة أول شيء 3 مرات يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والمهم في هذا أن الإنسان يراجع نفسه بينه وبين نفسه والله شاهد عليه في خلوة، فيتذكر ذنوبه وعيوبه الظاهرة والباطنة، ويستغفر من كل ذنب بعينه من هذا ومن ذاك وذاك وذاك، فيحتاج إلى هذا الشيء. ويقول الله له إذا استغفر علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره قد غفرت لعبدي. يقول تعالى ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني متى دعوتني ورجوتني غفرت لك. وهذا يحتم على العاقل أنه يلح على الله بالدعاء ومنه الاستغفار في سائر الأوقات، ويرجو الله تعالى أن يستجيب له، لأنه من حسن الظن بالله ومن أحسن الظن بالله تعالى فالله له عند ظنه، ومن أساء الظن بالله تعالى فلا يلومن إلا نفسه، قال تعالى ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي هذا الحديث يقول ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب من الكثرة غطت الأرض ووصلت السحاب، غفرت لك على ما كان ولا أبالي. وهذا وعد من الله عز وجل، والله تعالى لا يخلف وعده. في حديث كثيرة الإرشاد إلى الاستغفار وملازمة الاستغفار،
لكن بعض السلف قال إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. ليش؟ لأننا نستغفر باللسان والقلوب منعقدة على الذنوب، الظاهرة والباطن. صارت الذنوب عند بعض الناس عادة وزي، تكرر وتلازم، وهذا خطير جدا لأنها تتراكم. كلا بل ران على قلوب ما كان يكسب. من أخر الاستغفار اجتمع على قلبه الرين حتى يسود، وإذا اسود القلب قسى، وهذا خطير جدا يعني. ولهذا قال بعض السلف إن التوبة، إن الاستغفار والتوبة مع ملازمة الذنوب استغفار الكذابين، فلا نكن من الكذابين. والإنسان إذا ما فرغ مع نفسه في خلوة واستحضر نعمة الله عليه وعافية الله له ومقابلته لهذا بالجرأة على الخطايا والمخالفات. والخطايا والمخالفات ما هي؟ هي إنك تختار لنفسك غير ما أمرك الله به وترتكب ما نهاك عنه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: تلك حدود الله، يعني فلا تقربوها لا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، نص على دخول النار خالدا فيها. فلذلك الإنسان يحتاج إلى جدية مع نفسه، أنه يراجع نفسه في خلوة ويستذكر، يستذكر الماضي. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد هو الماضي، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وذكر الله تعالى الكرام الكاتبين الحفظة الذين يكتبون الأعمال، وذكر صحائف الأعمال، وذكر أن الصحيفة تسر صاحبها أو تسوءه يوم القيامة، وأن الظالم يقول: ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيتنبه الإنسان لهذا الأمر ويعنى به، وهو كثرة الاستغفار والإلحاح على الله تعالى به عن صدق وخوف من الله من شؤم الذنب وعقوبته، ورجع من الله تعالى أن يمن بمغفرته وستر الإنسان في حياته. إن الإنسان إذا أذنب وأصر قد يكون عرضة لأن يكشف الله ستره ويفضح في الدنيا قبل الآخرة. فأمر الاستغفار عظيم، من أفضل أوقات الاستغفار الأسحار، وأول النهار وآخر النهار وأول الليل وجوف الليل وانتظار الصلاة وأركان الصلاة غير ذلك. يحرص العبد على استغلال هذه الأوقات الشريفة واستغلال صيغ الاستغفار الثابتة، ويكفي أن يقول: اللهم اغفر لي، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور، خصوصا في نهاية المجالس كلها والمضطجع وعلى الطعام. قال بعض السلف: اذكروا الله، استغفروا الله في بيوتكم وعلى موائدكم وفي مساجدكم وفي سائر أوقاتكم، فإن لله أو إن المغفرة تتنزل من الله في أوقات، يعني التمسوها وتحروا مواطنها ومضانها،
ينتبه الإنسان لهذا ويذكر غيره به، فإن هذا من النصيحة، ويدعو لنفسه ولأهله ولوالديه ولأهله ولذريته ولإخوانه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ومن دعا لأخيه بظهر الغيب بدعوة وكل الله الملك الموكل به أن يقول ولك بمثل، أنت مستفيد دعوتين، أجر على دعوتك لغيرك وأجر على دعوتك لنفسك، وثوابك من الله عظيم وكثير مبارك. نستغفر الله عز وجل من كل ذنب ونتوب إليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت به من أعلم منا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها مهما كثرت ومهما عظمت، فإنه لا يتعظمك ذنب أن تغفره ولا حاجة أن تقضيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.